بطقش نفسي وببقى نفسي نبعد وكل واحد في حاله وبتهون عليا العشرة واقول طيب وماله وانا اقدر على بعده فهو يبعد تنزل دموعي والوم في نفسي ليه قلت يبعد وارجع في كل قرار اخدته من ناحيته بلاقيني فجأة محتاج لحضنه حنيته ولا بقدر على بعضه وده يطلع إيه كل اللي فيه دلوقت انا طب عامل ايه احساس وعكس وحصة انا مش قادر ولا يوم اكمل معاه ولا عيش من غير هوا ده اكيد مجنون انا وده يطلع ايه الوقت انا طبعا ايه احساس وعكس وحصة انا مش قادر ولا يوم اكمل معاه ولا عيش من غير هوا ده اكيد مجنون انا اقول في سري دي بقى من الخنقه دي واروح اشوف حد اشتكي له من اللي حواليا يهملني هو وارجع واموت من الحركه دي واسال في نفسي ليه هو مش مهتم بيا واقعد واقول انا نفسي حد غير عليا انا اتاكدت ان اللي انا فيه دي مشكله فيا انا اللي مش عارف عايز ايه والعيب عليا انا استاهل الحيرة دي وده يطلع ايه طبعا من ايه احساس وعكس وحصة انا مش قادر ولا يوم اكمل